جو خبرني اول شيء عن حالك، انت شو بتشتغل ولشو عايز السياره تحديدا؟ انا متعهد بنا. اوكي. وبحب اطلع على الجبل، بعمل سكي، بحب اطلع على التلج. في اعرف منك ليش رحت على الاس يو في الفخم؟ انا حبيت اجمع بين الفخامه وبين القوه وبين الاثاره باللي بالسواقه. نقينا 2 اس يو في، هلا بتشوف قديش الفخامه عاليه فيهم، عندك رينج روفر فيلار وعندك فولفو الاكس سي 90. واخرتها بنقي، باي سياره بدك تبلش؟ منبلش بهي. يلا تفضل. يا السياره فيها قوه حلوه، بتعطيك متعه بالسواقه. بعدين اكثر شيء عجبني فيها هي قصه هالسكرين الكبيره اللي كمان بترتاح انت عم تسوق. والاكثر من هيك هو قصه النافيجيشن. شفت الستيرنج ويل؟ كمان شفت الازرار موجودين صحيح. عليه؟ فيك تتحكم بكل شيء من هون. عيني عليك. قلب الفيلار موجود هون بهيدي السكرين، يعني اذا انت حابب هلا مثلا تروح السواقه رياضيه اكثر، بكبسه وحده هون فيك تختار قياده ديناميكيه. في عنا عده كبسات، الايكو، كومفورت، الجراس، جرافل وسنو، فيك تختارهم بكبسه وحده. ما في شيء ما عجبني بصراحه بهيدي السياره. الفيلار متوفره بمحركين، محرك 4 اسطوانات 2.4 لتر ومحرك 6 اسطوانات. اللي عم نختبره اليوم هو محرك 6 اسطوانات يلي قوته بتقريبا توصل ل 380 حصان. بدي اقول لك كمان شغله، انه هيدي السكرين الفوقانيه هي سكرين الانتر اكشن بينك وبين الطريق. بكبسه وحده فيك مثلا تروح للكاميرايات 360 درجه داير مدار الفيلار مع السنسرز، شو عم بيصير حواليك الفيلار بتخبرك. بحال ما كنت منتبه في إمكانية الفيلار تتوقف بشكل أوتوماتيكي تلقائي منها لحالها. شو يا جو؟ طمني عن الفيلار، شو اللي حبيته فيه وشو اللي ما حبيته؟ بصراحة حبيت أكتر شيء فيها الإكران قدامك، وخصوص النافيجيشن، شيء رائع لأنه قدامك على طول. بعدين نشاطه كتير حلو، رخيمته على الطريق كتير حلوة. شو اللي ما عجبك بالفيلار؟ اللاند روفر والرينج روفر أسعارهم شوي. هلا رح نجرب الفولفو، وبس نخلص من الفولفو رح نخبرك عن سعر الفيلار وسعر الاكس سي 90، وهيك ساعتها أنت بتنقي، شو رأيك؟ يلا. أكيد لاحظت إنه انتقلنا على سيارة 7 مقاعد، أنت لما قلت لي إنه عندك عيلة، أنا شكلت لك بين الخمسة والسبع مقاعد. بس بحب أسألك سؤال بس بالنسبة للموتور. هذه السيارة اللي أنت شايفها محرك 4 اسطوانات. 4 اسطوانات؟ سوبر تشارج توربو تشارج، عندك قوة 320 حصان. بأربع سيلندر. وأكيد إذا كان عزتها أوف رود أو عزتها ل جايين لك هلا الأوف رود، شايف هون الدرايف مود؟ نعم. مثل ما شفنا قبل شوي بطراز الفيلار، في عندك كمان درايف مود بكبسة وحدة هون على يمينك. بيطلع عندك على الشاشة هون قدامك. صحيح. الإيكو تنزل شوي، كمان عندك كومفورت الأوف رود، وكمان فيك تروح على دايناميك قيادة رياضية، بيتغير كل السيتنج بالسيارة حتى تكون جاهزة إنه تلبي لك تطلعاتك الرياضية والقيادة الرياضية. شو سمعنا؟ شفت؟ هذا الألارم، هذا أنت كابس وهي شافت إنه في حواجز على يمينك وشمالك، دغري زمرت لك. روعة. شفت هون؟ في عندك كمان نظام الستارت أند ستوب، يعني إذا أنت علقان بعجقة السير. نعم. السيارة بتطفي لحالها حتى توفر استهلاك الوقود. حلو. وبترجع بتدور لحالها بس تمشي أنت. أوكي. عرفت كيف؟ وأكيد غيرها من الأنظمة، في عندك كمان نظام الهيد اب ديسبلاي، كل المعلومات بتشوفها منعكسه على الزجاج الامامي. وحتى انتبه كمان في عندك نظام بيقرا السرعات على الطريق، يعني مثلا اذا عندك هون اشاره انه السرعه هون 40 كيلومتر بالساعه بحط لك اياها قدامك. كثير حلوه. كثير بتحب الموسيقى؟ كثير. حنعيشك هلا تجربه نظام صوتي ولا اجمل من هيك، باورز اند ويلكنز على متن الفولفو، شيء كثير حلو، اسمع معي. شو جو؟ سيارة ما فيها نحكي عنها شيء، اس يو في بياخد العقل، كل مواصفات الراحة فيها وهالوساعة اللي فيها كمان كثير حبيتها، ضل في شغلة بس أعرف الفرق بالسعر بين هيدا وبين هيداك. هلا إذا بدنا نحكي عن السعر، خليني أقول لك إنه الإكس سي 90 ببلش سعره تقريباً بال 85 ألف دولار وبيطلع،
الفيلار كمان سعره ببلش حوالي 110 وبيطلع. السيارة يلي انت سقتها اليوم تقريبا حقها شي 135. بهالشكل هيدا بدي اختار بين السيارة المصروفة حلو السيارة سعرها حلو لهالسبب انا رح روح للفولفو. انا بحترم رأيك، خلينا نكمل المشوار نحن وياك. شو رأيك؟ يلا.